خليفة يختتم النهاردة تدريباته استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني بكرة إن شاء الله مساء، وده هيكون ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا. حسام البدري المدير الفني للفريق أكد أن مواجهة القطن الكاميروني بتعد في غاية القوة والأهمية، وهو على ثقة في إمكانية الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية بتساعده على تخطي مرحلة دوري المجموعات.